أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتواجدوا بمدينة المحمدية، حيث توجد واحد الحالة من الحالات الإنسانية، حالة مرضية. كيفاش وقع؟ واش وقع؟ هي اللي غادي نسمعوا من عند السيدة اللي وقعت لها الحالة. كنبدأ فقط مما وقع هي أن السيدة هذه أرملة، عندها وليدات، ثلاث وليدات، مدة 11 سنة وهي أرملة، كانت خدامة على وليداتها، فام ميناج، وكتعاون الناس في الديور هذه إلى آخره باش كتعيش ولادها، الله يحسن العون. هاد المنزل اللي حنا متواجدين فيه ما هو لا إرث لا والو، وإنما هو منزل كراء، ومولاة الدار، مولاة هاد المحل هذا، كتسالها من شهر 9 اللي فات، وهي كتسالها الصومة الكرائية ديال 900 درهم في الشهر. الله يحسن العوال الجميع. ظروف كورونا، قلة العمل، قلة الصحة، كتأدي بينا على أننا كنوليو كنمدو يدينا للناس. ماشي عيب أن الإنسان يطمع في خوه، الإنسان على أنه يتساعد معاه. ماشي عيب على أنكم نتوما خوتنا المغاربة تكونوا يد العون والمساعدة لأي واحد محتاج، ما دمنا كنعيشوا في هاد البلاد إلا بالتكافل. والتكافل شيء مهم وأجر عند الله كبير. الموضوع ديال السيدة اللي حنا نتناقشوه دابا كانت صحيحة في صحة بخير وعلى خير، من بعد ما توفى الزوج ديالها خرجت مسكينة كتخدم على وليداتها، رفضت أنها تزوج، رفضت على أنها تجيب أب أو لا زوج أم للأبناء ديالها، استمرت في الكفاح ديالها مع الحياة مع وليداتها، اللي قررته قررته، واللي كتقري فيه كتقري فيه، واللي كتربيه كتربيه. شاءت الأقدار والظروف على أنها تمرض بمرض المعدة، خدات واحد الدواء للأسف الشديد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أن يشاء الله رب العالمين، وقعوا مضاعفات. من بين هذه المضاعفات أن السيدة وقع لها واحد الشلل تقريبا نصفي الرجلين واليد اليمنى، تشلات منه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هي معتمدة غير على الصحيحة ديالها في الخدمة اللي كتخدم ديال فاند ميناج أو اللي كتخدم في الديور. لله القضاء من قبل ومن بعد. الإنسان الله سبحانه وتعالى كيختار لنا هو الحياة ديالنا كيفاش كنعيشوها. اللهم لا اعتراض، اللهم إنا نسألك، إننا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه. ما نطولوش على السادة المشاهدين، وغادي نخليو الكلمة لهذه السيدة هذه اللي وقعت لها هذه الحالة، وتحكي لنا شنو طرى لها وشنو الطلب ديالها من هذا التسجيل كامل. ما تمشيوش مع بعيد، وبقوا معنا، والله يجازيكم بخير. عاونونا ولو بالبارتاج، عاونوا خوتكم المغاربة ولو بالبارتاج. الأجر ديالك بحالك بحال الأجر ديالك اللي عاون بالمادة. قد ما بارتاجيتي، قد ما وصلتي المعاناة والحالات الإنسانية، وصلتها للجهات اللي ممكن أنها توقف مع هذه الحالة هذه أو لا مع حالات أخرى، راه عندك الأجر ديالك. جزاكم الله بخير. وهذا ليس أمر وإنما هو إحسان، والإحسان أجر عند الله. السلام عليكم. سميتك لالا؟ سميتي سعاد. سعاد لالا سعاد، عيطتي لينا وقلتي لينا على أن الحالة يعني مزرية، مهددة بالطرد من السكن ديالك اللي هو انت مكتارية غير كراء. مالين الدار الله يحسن العوان حتى هما، او مالين الملك الله يحسن العوان، كل واحد والظروف ديالو. انت عندك السومة ديال 900 درهم اللي هي 18000 ريال باش كتخلصي الشهر، زائد الماء والضو. لا ما كتخلصوش الماء والضو، والحمد لله حتى هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. 18000 ريال في الشهر من شهر 9 اللي فات، وانت كتقاسي بسبب هاد الاعاقه اللي وقعت لك. بغينا نعرفوا هاد الاعاقه كيفاش جاتك، وحكي لنا بصدر رحب، وفتحي لنا قلبك، وعاودي لخوتك المغاربه على وعسى يكون قلوب رحيمه
اللي غادا تواصل معاك، والرقم ديال الهاتف راه حنا حاطينه فوق الفيديو باش يتواصلوا معاكم. ومازال غتقولي انت بالفم ديالك، تفضلي لالا. انا كنت عايشة حياة عادية من بعد ما مات الزوج ديالي الله يرحمه. كنت كنخدم في الديور، تنخدم في الديور باش كنخلص الكرا وتنعيش انا ووليداتي داكشي اللي قسم الله. من بعد انا في الخدمة. شحال من عام وانت كتعيشي هذه الحالة هذه؟ ملي مات راجلي في 2011. 2011 يعني 11 سنة دابا. 11 سنة باش قبل ما عمرني ما خدمت، ما عمرني ما عرفت الخدمة كي دايرة. من بعد الدار بحال الأميرة في الدار ديالها. هو ما عندوش شي وليد هو شي حاجة؟ لا والو والو، كان هو غير كاري. كان كنا غير كارين، وكان خدمته كيبيع ويشري، يعني ما عندوش شي خلصة باش من بعد الممات ديالو غتبقى ليا ولا شي حاجة. ما عندوش التغطية الصحية، ما عندوش لانتريت. لا واخا. فاش مات خرجت تنخدم على وليداتي، تندير الميناج عند الناس، بقيت هكاك خدامة حتى واحد النهار وليت غدا وتنضعف. وما بعد المرات تنكون واقفة تنحس بالدوخة، تنسخف وتطلع لي السخانة بالليل، تجيني ديك السخانة. من بعد ملي مشيت عند الطبيبة دوزت بشوية عليك، خذي النفس بشوية عليك. هاد الدوخة وهذا المرض اللي كان كيجيك، مشيتي للطبيب قلبتي عرفتي علاش مناش؟ لا، المره الاولى ما مشيتش، يعني كنت عاده في الصبر وخدامه، يعني ما كنت كتخافي انك تمشي عند الطبيب وتجلسي من الخدمه ووليداتك محتاجين لك على انك تصوري النهار ديالك باش توكلي ولادك وباش تعيشيهم باش تقريهم؟ هذا هو السبب. هذاك الشيء اللي كاين. من بعد ولات كتجيني السخانه بزاف، يعني بالليل كتشدني السخانات، كتطلع ليا شحال من مره. تنمشي للسبيطار مولاي عبد الله، تيقول لي عندك السخانه 44 درجه ديال السخانه، والدرجات كنغيب ما كنبقاش عاقله. صعيبه 44 راه ماشي طبيعي. تنغيب لان كنكون ناعسه في الفراش، وفاش كتشدني ديك السخانه وتنغيب تنقول لولادي انا ماشي في البيت، انا خرجتوني الزنقه ولحتوني بديك السخانه اللي طالعه عليا. ما بقيتش عقلت على راسي حتى انا واش كاينه في البيت ولا. الوليدات شحال في عمره؟ عندي الوليد الكبير عنده 24 تبارك الله، ولكن مريض. مريض شنو عنده؟ مرض نفساني. مرض نفساني؟ يعني كيبغي يبقى بارك، منعزل، عب بوحدو، ما يدوي مع حد. من بعد الموت ديال باه الدري غادي بحال ما كاتها شد في هذاك المرض. يعني السبب ديال هادشي اللي عنده هو الوفاه ديال الوالد ديالو. الوالد ديال باه اللي مات ليا باه، لان كان كيقرا وكان كيجي هو الاول، يعني في القرايه ديالته ما عمره ما سقط حتى وصل للباك صافي وحبس. والوليدات الاخرين كيقراو، عندي الدري الثاني في الكليه كيقرا السنه الثانيه داير الدروه بالفرنسي، وعندي الثالث هو كيقرا عنده 16 عام. من ما قلت لك كتجيني ديك السخانه. بالنسبه للعائله ديال الزوج او للعائله ديالك انت، ما كيتعاونوش معاك؟ ما كيعطيوكش يعني يد المساعده بحكم ان هاد الوليدات راهم ولادهم حتى هما ومحتاجين ليهم، محتاجين المعاونه ديالهم؟ لا، ما عمر ملي مات راجلي، ملي دفناه من وراء الدفن بسيمانه، يعني بقاو معايا بسيمانه من وراء، ما بقيت شفت حتى شي واحد، يعني لدرجة كنمشي عندهم نطلبهم على يعني باش يعاونوني على وليداتي وداكشي، ما كاينش، كلشي البيبان تسدو في وجهي، يعني حتى شي واحد ما بقى كيعرفني. من تما هي فاش خرجت كنخدم على وليداتي، من بعد ملي شداتني السخانة مرات مشيت للسبيطار مولاي عبد الله، شحال من مرات يلقاو السخانة طالعة عليا، هذيك السخانة ما بغاتش تهبط. من بعد مشيت عند الطبيبة دوزت، وقالت لي عندك ميكروب في المعدة. ميكروب في المعدة؟ عندك ميكروب. خرجت لي الدواء وبديت هذاك الدواء تنشرب فيه مدة شهر، بديت كنشرب الدواء مدة شهر صافي ايدي هي الاولى، مابقيتش كنقدر نحركها، تنحركها ما تنقدر ندير بها حتى شي حاجة، وكانت مازال دابا راه شوية كانت تنفخات ليا
يعني يقدر يمسني شي واحد ما نقدرش، ما نخليش شي واحد اللي يمسني ولا ورجلات اه. ورجلي بجوج، المره الاولى هذا الرجل، شويه ثاني بدات هذا الرجل، دابا ما كتقدري، دابا ما كتخرجي ما والو، والو هادي هي بلاصتي في الوقت اللي جيتي تلقاني، هادي هي البلاصه. وهاد الوليدات باش عايشين دابا؟ لا اله الا الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوه الا بالله، ما عنديش اللي يجيب لي حتى شي خبزه. المحسنين ما كيجيوش يطلعوا عليا، ما كيطلع عليا حتى شي واحد سوى الله سبحانه وتعالى، ما تعرفني حتى شي واحد، الجيران وكذا والو، ما كاع حدايا، ما كاينش اللي كيعرفني، ما كيعرفني حتى شي واحد والو. صافي ملي وقع لي هذا المشكل رجعت عند الطبيبه، قلت لها ودي راه بديت تنشرب الدواء، اش وقع لي؟ قالت لي لا ما يمكنش، ماشي من الدواء، انت اذا الطبيبه نيت اللي دوزتك في مولاي عبد الله؟ لا ماشي في الطبيبه اللي مشيت عندها في كازا، دوزت عند قلتي لي مشيتي لمولاي عبد الله ملي كانت كطلع لي السخانه. اه من بعد مشيتي للدار البيضاء فين؟ اش من سبيطار؟ الطبيبه، الطبيبه الطبيبه واخا لا دائما تذكريش. لا مشيت عندها هي اللي خرجت لي الدواء ملي طرا لي هذا المشكل، رجعت عندها قلت لها راه ملي شربت هاد الدواء شنو طرا لي؟ قالت لي ما يمكنش، شوفي قالت لي كيفاش، شنو عندك شي حاجه اخرى؟ اما باش خرجت لك الدواء غيطرا لك كوكا ما يمكنش. صافي هي هذيك جيت بقيت بشويه، مره كنقدر نوقف مره ما كنقدر، صافي تبركت الارض تشللت، ما بقيتش كنقدر لا نتحرك لا. بقيتي مستمره في الدواء ولا حبستيه؟ لا حبستو، حبستي حبستو، لان ملي شفت ما قدرتيش تمشي لشي طبيب اخر تسولي على داك الدواء واش صحي او لا غير صحي؟ ما لقيتش في داك الوقت، ما لقيتش لقيت باش يعني ما عنديش باش غنمشي ندوز عند طبيب اخر ولادي، ما لقيتش. يعني الفقر والحاجه هما اللي حبسوك على انك تبحتي في هذا المشكل هذا اللي طرا لك، كيفاش طرا لك وبسبب الدواء ولا من غير الدواء او داك الشيء رباني، يعني حتى الفقر حتى هو خلاك تسكتي على حقك وتسكتي حتى على صحتك. ما لقيتش باش يعني ما خاصك بعدا عير باش تركب، اول حاجه عير باش تركب، ما عندكش باش تركب. الدار البيضاء بعيدة. يعني ما بقيتش كنتحرك، خاصك كروسة هي الأخرى باش غادي يهزوك يديوك فيها، ما عندكش. عندي كرسي، كرسي ديال البلاستيك كانوا كيهزوني وليداتي بيه من هنا ومن هنا، هو باش كيديوني بالكرسي، هو باش كيهزوني إلا بغيت كاع نخرج ولا بغيت نمشي، الكرسي هو باش كيهزوني، ما عنديش الكروسة باش نتحرك، ما عنديش اي باش غنتحرك ندير نمشي عند طبيب اخر ندوز ندير التلفازة ولا ندير الراديو ولا ندير شي حاجة، والو ما عنديش باش غنتحرك. شحال في عمرك دابا نادس؟ عندي 45. 45 سنة. اه 45 سنة باقة يعني مازال تعيشي حياتك. ايوا الحمد لله، ده الله سبحانه وتعالى هذا الشيء اللي قدر، ما الحمد لله. دابا انا السؤال اللي محيرني واللي مدوخ لي مجاجي، وهي عام ديال الايام وانت جالسه مقعده، انت اللي كنتي كتعيلي العائله ولا الاسره ديالك وليداتك، من بعد منها تصابيتي بهذا المرض، الادويه، تحاليل، قيامه وصداع وكل شيء، هاد الولاد هادو اش كانوا كياكلوا؟ اش خرجوا كيخدموا؟ ولدي اللي كيقرا في الكليه بعض المرات ملي ما كيكونش قاري ولادي تيخرج مسكين تيبريكولي، يعني مع اي واحد يخدم معاه، اللي يلقى زعما يمشي يخدم معاه باش كيعاون، اي خدمه كيما كانت واخا قاري. كما كان يخدم سرباي، يخدم في قهوه، يخدم حاجه اللي يلقاها مسكين كيبغي كيخدم فيها، منها باش كيعاون راسو ومنها باش كيجيب داك القوت داك الخبيز وداك الشيء اللي قسم الله هو وخوته باش كياكل. واخا داروا تعطاو معاونات وتعطاو قفف وتعطاو، توصلاتك شي حاجه في الحجر الصحي؟ كانت جات القايده عندنا الله يخلف عليها، جات هي جات عطاتنا جوج مرات، في المره قبل من رمضان ومن بعد رمضان، ملي فات رمضان. ما كافيش داكشي، ماشي يعني انا دابا طويله المده طويله شهرين وانا شاده الفريش والصحه والو، يعني هذاك الشيء فاش غيقدك؟ يلا شهر تاع رمضان
غادي يكفيك فيه من بعد باشنو. ودابا مولا الدار بالنسبة للكرا ديالها اش كتقول لك؟ كانت قالت لي يا بنتي شهر 12 خرجي، يعني قلبي على راسك اللي داز. قالت لي خرجي قلبي، حيت من شهر 9 ما خلصتش. قالت لي ملي ما خلصت شهر 9 2021 اه من قبل باش كنت كتخلصيها وانت مريضه؟ كانت شويه ملي كنت خدامه كنخزن شويه، وكان واحد السيده الله يخلف عليها كانت مره تجي تعطيني داكشي لقسم الله. وديك السيده مابقاتش كتسكن هنا، مشات عند بنتها لبرا. صافي مابقاتش من تم من شهر 9 ما بقيتش لقيت باش نخلص. ما خلصتش. قالت لي انت يا بنتي دابا 4 شهور ما خلصتينيش، يعني في شهر 12 قلبي على راسك خرجي. احنا في 12 انت باقا في الله. اه ملي جات في شهر 12 ماشي جات، عيطات لي في التليفون قالت لي شنو درتي؟ قلت لها ودي راه ما باقا ما عنديش باش نخلصك، يعني ما لقيتش. لو كان لقيت عير شي جديد اجهد الله. اه ما لقيتش. قالت لي انا دابا غنزيدك. قالت لي غنزيدك حتى لشهر 5. شهر 5 اه يعني شهر 5 الا ما لقيتيش يا بنتي باش تخلصي خرجي. اه خوي ليا بحالي. هذا هو المشكل. فاش دويتي معايا قبيله قلت لك فين غنخرج، يعني الا خرجت راه غنخرج لبرا ندير واحد البلاستيكه ونبرك فيها تحت من انا ووليداتي، يعني ما عنديش فين غنخرج، فين شكون اللي غادي يحن عليك، شكون اللي غادي يدخلك، شكون اللي غادي، ما كاينش. صحه ما كاين والو، ما كاينش. كون غير كنت صحيحه كنوقف على رجليا كما كنت، يعني راه تخرج ثاني تكافح وتخرج. غير رجلك ما يوقعش هادشي. غادي تخرج. ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله. كما قلنا في الاول، اللهم انا نسالك رد القضاء ولكننا نسالك اللطف فيه. فعلا اللهم انا نسالك رد، لا نسالك رد القضاء ولكننا نسالك اللطف فيه. دابا هاد السيده هادي اللي عندها هاد الازمه الخانقه ماديا وجسديا، مولاة الدار او مالين الدار كيطالبوا بحقهم، حق شرعي. ربما حتى هما عندهم ظروفهم الخاصة، خصهم تما باش يعيلوا الأسرة ديالهم وليداتهم. فكريني بالاسم. سعاد. لالا سعاد. لالا سعاد إلا وصل عليها شهر 5 وطبقت عليها مولاة الدار ولا مالين الدار داك القرار اللي خداوه، في غدا تعيش. هذوك ثلاث وليدات اللي معاها في غيعيشوا، داك الولد اللي كيكافح معاها في وقت الفراغ ملي كيسالي من القرايه في غيمشي يعيش، البنيه حتى هي في غتمشي تعيش. هذا سؤال مطروح للساده المشاهدين، مطروح للمحسنين، مطروح للقلوب الرحيمه، مطروح للمسؤولين كذلك حتى هما. خصنا شي حل هاد الظروف هادي الكحله، الظروف الصعيبه القاسيه. حنا شوف ما كنقولوش الله سبحانه وتعالى هو اللي كيقدر علينا الاقدار ديالو، ولكن في التكافل كناخذوا الاجر والجزاء. سعاد الى خرجت من هاد الدار من ساعتها هي في الزنقه، هي وليداتها كيتكرفصوا. نتمنى على ان القلوب الرحيمه والمسؤولين ذوي الضمير وكل من له حرقه وغيره على ولاد المغرب وبنات المغرب، خوتي المغاربه، انتم راكم مغاربه وكتحبوا المغاربه. شفناكم اش درتوا على ريان، شفناكم اش درتوا على واحد العداد ديال ابناء المغرب. شفناكم حاليا مع داكشي اللي واقع في اوكرانيا ومع الطلبه ديال المغرب اللي كاينين في اوكرانيا. ما نكرهوش على ان حتى الناس اللي عندنا هنا وكيعيشوا ظروف بحال الظروف ديال سعاد، توقفوا معاهم، تعاونوا معاهم. اللي يقدر يخلص الكرا، اللي يقدر يدبر عليها، اللي عنده شي مويحيل ويقدر يقول لها اجي جلسي في هذا المويحيل حتى يدير لك الله ما دار، ماشي عيب.
العيب هي بقاو جالسين كنتفرجوا في خوتنا المغاربه وهما كيقاسيو وكيعانيو. العيب هو اننا نطالبوهم شي حاجه اللي ربي قدرها عليهم ونقولوا لهم لا، يا تعطيونا يا تخرجوا في حالكم. نعطيو الكلمه الاخيره للا سعاد، نشوفوا النداء ديالها وشنو بغات من هاد التسجيل اللي حنا كنسجلو. للا سعاد، النداء ديالك الاخير اشنا هو؟ تنطلب من خوتي المحسنين والمحسنات يعني يشوفوا بعينهم ويحنوا بقلبهم، لان انا كون ما كنت ما وصلتش لهاد الحاله ديال الشلل يعني ما كنتش ما غنمدش الايد ديال شي انسان يعني. كنت بصحيحتي كنت كنمشي نخدم ونخلص كراتي ولو ما عنديش شي خلصه اللي كثيره، ولا انما داكشي اللي قسم عليا الله عايشه به انا وليداتي، ولو نتعشى انا ويا معير بالخبز واتاي كنت حامد الله وشاكره. وكنطلب منهم يعاونوني ويشوفوا من حالتي ويعاونوني في هاد الصحه ديالتي ويعاونوني في الكرا، لان من هنا لشهر خمسة مولا الدار قالت لي لا ما خلصتيش يعني غتخرجي. انا تنفكر لا خرجت فين غنمشي، ما عنديش فين غادي نمشي يعني. انا وليداتي غنمشيو للزنقه نتشرد انا وياهم، وهذا الشيء هو اللي ما بغيتش، لان انا ملي مات راجلي الله يرحمه وانا كنقاسي مع وليداتي، ولكن ملي قلت صحتي يعني ما بغيتش وليداتي يتشردوا للزلقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلوب رحيمة، محسنين، كل من زرع له الله واحد الذرة ديال الرحمة في القلب ديالو، هنا فين تبان، هنا فين نوقفوا، هنا فين نتحدوا، هنا فين تكافلوا. سعاد محتاجة لينا كاملين، سعاد واقفة على الجميع، وقفة على المغاربة، على خوتها المغاربة، وقفة على المسؤولين كذلك حتى هما. التكافل الاجتماعي كيهم الجميع، حتى من المسؤولين خصهم يدخلوا في هذه المسألة هذه، كيعرفوا ناس كبار وكيعرفوا ناس محسنين يوجهوهم لعند هاد الناس هادو، ماشي عيب. غادي نطلب من لالا سعاد تعطينا الرقم الهاتف ديالها باللسان ديالها، ربما نكونوا غلطنا فيه. لالا سعاد، الرقم ديال الهاتف ديالك الا بغاو يتواصلوا معك الناس. الرقم ديالي هو 06 04 40 41 21. عاودي. 06 04 40 41 21. عاودي. 06 04 40 41 21. كما سمعتوا الرقم ديال لالا سعاد والحالة انتم كتشوفوها، عرامض الوراق ديال الدويات، عرامض الوراق ديال التحاليل، نفادوها فوالو، مقعدة. سولنا من يلا دخلنا قلنا لها واش كتحركي؟ قلت لك هذه بلايصتي. انا عيطات عليا قلت لها واش غتكوني في الدار؟ قلت لي وفي غنمشي انا، هذيك هي بلايصتي، ما كتحركش من بلاصتها، ما عندهاش القدرة على انها تخرج وتقلب على رزق وليداتها. ملي كانت بصحيحتها ما عمرها وقفت قدام الشاشات ولا قدام الكاميرات. مغارب نيوز معكم مباشرة، وحالة إنسانية تستدعي تضافر الجهود وكذلك الوقوف إلى جانب كل مستضعف. محتاج لكم خوتي المغاربة، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.